السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم هي الشرمولة بزوائد الدجاج أو لزابا. لهذه الكيفية نحتاج ملعقة أكل ثوم مطحون، نحتاج أيضا خليط من القزبر والمعدنوس. بالنسبة للتوابل نحتاج ربع ملعقة من الكمون، ربع ملعقة من الحار، واللي ما يحبش الحار يقدر ما يستعملوش. نحتاج أيضا ربع ملعقة من الكروية وملعقة صغيرة من العكري أو فلفل الأحمر المدروس. نحتاج أيضا قليلا من الفلفل الأسود، حبة طماطم مرحية، نحتاج أيضا درسة تاع فلفل حلو، اللي يقدر اللي ما عندوش فلفل حلو يستعمل الطماطم المصبرة. زوائد الدجاج لزابا نحتاج كنزة وأيضا الكبد، نحتاج أيضا الزيت للطبخ. بالنسبة للتحضير نجوزو في الأول نديرو لزابا تاعنا هما الوالة في قدرة. هذه الطريقة لما تستعملوها والله راح تخرج لكم الشرمولة روعة. نعملو أيضا معها الثوم، نخلو قليلا فقط من الثوم، نديرو أيضا شوية ولا رشة تاع معدنوس وقزبر. نخلطوا التوابل الأخرى الكل مع بعض هكذا، ونضع نصف الكمية منه، نخلوه هكذا شوية فقط. نضيف الزيت، نضع هذا الخليط فوق النار، نقلوه جيدا على نار قليلة، نخلوه يتقلى مليح. شوفوا لهنا بعد تقلاو الكنزة تاعنا، شوفوا بلا ما، الماء تاعهم فقط كي يتقلاو هكذا مليح. الآن نضيفوا لهم فلفل حلو، نضيف لهم ايضا الطماطم، في ذي المرحلة الان نضيف الملح. نزيدو نخلوهم يطيبوا هكذا برك في الماء تاع الطوماطيش فقط. بعد ما تقلات القدرة تاعنا مليح، شوفوا كيفاش ولات، نخلو الزيت هذاك يعاود يخرج كامل في القدرة. الآن نمرقوها، اللي يحب يديرها في لاكوكوت ولا طنجرة الضغط يديرها في لاكوكوت ويخليها طيب. نخليوها هكذا حتى يطرى لنا هذا اللحم مليح. بعد ما طابت الكنزة تاعنا هنايا، شوفوا المرق تاعكم كيفاش يكون. الآن نضيفوا الكبدة. كاين اللي يقلوا الكبدة قبل ما يديروها في مع الكنزة هذه، لكن انا نفضل ما تقلوهاش، تعملوها هكذا ديركت. شوفوا نخلوها هكذا مقطعه ونديروها في المرق ديك طيب. نضيفوا الان الثوم اللي كنا مخلينها شويه، اللي بقى تاع الثوم رانا كملناها. نضيفوا ايضا القليل تاع التوابل اللي كانوا معقاونا في ثاني، والقزبر والمعدنوس. نخلطهم هكذا مليح، نخلو الان الكبدة تاعنا تزيد الطيب. كطيب الكبدة في الاخر كامل راح نضيف لها زوج ملاعق اكل تاع الخل.
في الاخير كطيب كنجو حنطفي عليها، نضيف لها زوج ملاعق تاع خل تاع الاكل. الشرموله تاعنا هاي وين بعد اللي كملناها، نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ولا عجبتكم ان شاء الله نتمنى تعملوا اشتراك معنا في القناه، وشكرا لكم.